باسم الشعب العربي في سوريا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالإجماع القرار الآتي: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية العربية السورية وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وعلى قانون الانتخابات العام رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، وعلى الدعوة التي وجهها السيد رئيس مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 18/4/2021 والتي حدد فيها موعد الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وقد بدأ موعد تقديم طلبات الترشيح يوم الاثنين الموافق 19/4/2021 وانتهى الموعد في الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28/4/2021. وعلى طلبات الترشيح التي تقدم بها عدد من المواطنين السوريين إلى المحكمة الدستورية العليا، وبعد إقفال باب الترشيح في الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 28/4/2021 وبناء على ورود الصندوق الحاوي على التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب وعليه، فقد اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها وقامت بفتح صندوق تأييد أعضاء مجلس الشعب بعد إزالة الأختام الخاصة به وفتح مغلفات التأييد وفرزها وعدها والتثبت من عدم تكرار التأييد الخطي لأكثر من مرشح، وبعد دراسة ملفات طلبات الترشيح والوثائق المرفقة بها وفحصها ودراستها والمداولة فيها، انتهت المحكمة الدستورية العليا وأصدرت 51 قرارا فرديا في يوم الاثنين الموافق 3/5/2021 متضمنا البت في طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وانتهت من حيث النتيجة الكلية إلى إعلان القرار الأول الآتي: أولا، قبول طلبات الترشيح لكل من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل ورودها وقيدها في السجل الخاص في ديوان المحكمة الدستورية العليا، وهم: واحد، السيد عبد الله ابن سلوم عبد الله. 2، السيد بشار ابن حافظ الأسد. 3، السيد محمود ابن أحمد مرعي. ثانيا، رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية في طلبات ترشيحهم. ثالثا، يحق للسيدات والسادة الذين رفضت المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشيحهم التظلم من هذا القرار في مقر المحكمة خلال 3 أيام تبدأ من الساعة 9 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021 وتنتهي في الساعة 3 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 6/5/2021. رابعاً، يعد هذا القرار إعلاناً أولياً غير نهائي لا يخول السادة الذين قررت المحكمة قبول طلبات ترشيحهم المباشرة أو البدء بحملتهم الانتخابية. خامساً، تذكر المحكمة الدستورية العليا السادة المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي.
عن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم والبت بالتظلمات إن وجدت.